مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية من المدارس الإسلامية التي تعمل وتسعى وتهدف إلى تنشئة جيل من المسلمين يعمل على طاعة الله ليكون عضواً نافعاً ومواطناً صالحاً في المجتمع، يعمل على تغييره نحو الأحسن باستعمال المهارات والقدرات والقيم والاتجاهات التي اكتسبها في حياته المدرسية وانخراطه في كافة مراحل سلم التعليم، ليكون داعياً إلى الله تعالى وصاحب مهنة أميناً متمكناً في موقعه. نحن مع تعليم المنهج الصافي عم نعلم الدين الصحيح، عم نحذر هالأجيال الصاعدة من التطرف يلي عم بيهدم الدول، فمن هن الصغار عم نحصنهم بما قال الله وما قال الرسول لحتى لما يكبروا في حال شافوا حدا من هؤلاء المتطرفين الهدامين يقدروا يواجهوهم بالبين. بأكد على أنه فريق العمل اللي بالمدرسة عنا هو فريق نادر، ما بيتطلع على مسؤولياته أنه وظيفة تبدأ بدوام وتنتهي بدوام، إنما مسؤولياته بدافع شرعي يعني خوفا من الله، وهيدي صارت مفاهيم نادرة، والناس اللي بيفكروا هيك يعني بيحط مطلوب يتمسك فيهم ويوثق بإنتاجهم.